أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامج اللغة الإيطالية في منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم. كاريسيمي ستودنتي ديل بريمو أنو سيكونداريو، بنفينوتي كون نوي آل بروجراما إيطاليان. Ci darebbe piacere di accompagnarvi io, signora Iman Said, Madrasat Ahmad Zuhail, Sher Emedit Nosr, e la signora Sihem Mohammed, Madrasat Hamza ibn Abdul Muttalib, Muhafazat Al-Jiz. Ma'aiku il signora Iman Said, wa ma'aiku il signora Sihem Mohammed, ahlan biki signora Sihem. Buonasera signora, buonasera. Buonasera carissima. Kunna ibtedina nishrah الحصة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت أونيتا دوا. أونيتا دوا بعنوان الراجاتسو أو لا راجاتسا. هنشوف دلوقتي مع بعض. اتفضلي قلب لنا في السلايد دي سينيورا سيهام. أونيتا دوا إن كلاس. تمام. اتفضلي سينيورا. العنوان أونيتا دوا إن كلاس. إن كلاس معناها في الفصل، وهفكركم إن كلمة كلاس من الكلمات المؤنثة الشرط، أونا فارولا إيريجولار. هنشوف دلوقتي كومي فيديتي لا بروفيسوريسا إن كلاس كون لي ستودنتي. المدرسة في الفصل معاها تلاميذ. هنشوف يا ترى التلاميذ بيسألوا عليه. المدرسة معها ستودنتي، ستودنتي sono stranieri, أجانب، وهم sono in Italia, في إيطاليا, per imparare la lingua italiana. بيتعلموا اللغة الإيطالية. أول تلميذ سأل la professoressa، قال لها come si scrive. Come si scrive. كلمة come معناها كيف، si scrive، verbo scriversi معناها يكتب. Come si scrive؟ كيف يكتب؟ طبعا دي أهم الكلمات وأهم الأسئلة اللي احنا بنسمعها في الفصل. إزاي أكتب الكلمة الفلانية؟ في طالب تاني ابتدى يسألها وقال لها هو ريبيتري بير فافوري، هو ريبيتري بير فافوري، ممكن حضرتك تعيدي تاني من فضلك؟ طبعا هنا هو ما بيقول لها شو، هو بيكلمها بلا فورما دي كورتيزية بصيغة الاحترام، فبيكلمها على انها لاي حضرتك. هو ريبيتري بير فافوري، ممكن حضرتك تعيدي من فضلك. التلميذ الثالث قال لها بير فافوري هو بارلاري بيانو، بير فافوري هو بارلاري بيانو، بعد إذن حضرتك من فضلك ممكن تتكلمي بالراحة، طبعا علشان يقدر يسمع كويس وعشان يقدر يفهم. في طالب قال لها come si scrive I am in italiano، come si scrive I am in italiano، يا ترى أكتب I am باللغة الإيطالية إزاي؟ يعني احنا دلوقتي كمصريين هنقول نكتب أنا أكون إزاي بالإيطالية سينيورا؟ Come si scrive I am in italiano؟ طبعا هنكتب I am in italiano، io sono. ادي التلاميذ قاعدين كلهم وقدامهم المدرسة بتاعتهم. طبعا تنسيق الفصل يا اولاد ده بيختلف من مدرس لمدرس، بيختلف من مدرسة لمدرسة. هنشوف هنا التلميذ بيقول لها A quale pagina siamo؟ A quale pagina siamo؟ في أي صفحة نكون؟ هنلاحظ هنا أدوات الاستفهام. A quale. Quale أداة استفهام معناها أي. في أي صفحة نكون؟ A quale pagina siamo. في تلميذ قال لها posso andare in bagno؟ posso andare in bagno؟ طبعا دي معناها أقدر أروح الحمام. دي أهم الكلمات اللي احنا شايفين طبعا، أو أهم الأسئلة اللي الطلبة بيسألوها لنا دايما. A quale esercizio siamo؟ A quale esercizio siamo؟ طبعا ده تلميذ فاهم مننا شوية،
فابتدى يقول لها يا سينيورا احنا في اي تمرين a quale esercizio siamo a quale esercizio siamo في اي تمرين نكون che significa esercizio في تلميذ سمع كلمة esercizio اول مرة يسمع هو مش عارف معناها فسأل زميلته شايفينها اللي هي قاعدة شعرها أصفر دي يقول لها أكوالي إزرشيسيو تيام بكاء قال لها كي سينيفيكا إزرشيسيو ما معنى كلمة إزرشيسيو ماذا تعني إزرشيسيو طبعا احنا عارفينها معناها تمرين لو الكلمة صعبة علينا واحنا بنقراها نقسمها مقاطع إزرشيسيو إزرشيسيو كده هعرف انطقها تمام A quale pagina siamo? A quale pagina siamo? معناها في أي صفحة نكون؟ إحنا في صفحة كام أو في صفحة إيه؟ كده قلنا أهم الكلمات اللي موجودة عندي في الدرس بتاعي، الدرس اسمه إن كلاس، وشوفنا مع بعض يا ترى إن كلاس إحنا بنقول إيه؟ يا ترى إيه هي أهم الجمل اللي ممكن المدرس يسمعها أو الجمل يتبادلوها بخصوص الدرس. دلوقتي تقريبا احنا خلصنا الوحدة الثانية، خلصنا أونيتا دو و كويستا إيلورا دي فاري أون إزرشيسيو. معانا دلوقتي السينيورا سيهام، اتفضلي سينيورا. Buonasera signora e buonasera a tutti gli studenti che studiano la lingua italiana e in modo speciale gli studenti del primo anno secondario. Oggi facciamo un esame per il primo anno. Hanibda inshallah bi imtihan aw esercizio tamrin ala al unità, unità 1 e unità 2, l'unità prima e l'unità seconda. طبعا وكتمرين على الامتحان ان شاء الله التجريبي اللي هيبدا من يوم 15. طيب اول حاجه بتجي لي في امتحان عندي في سنه اولى هو عباره عن تيست، نص مكون من جمل زي ما احنا شايفين، وهنقرا الجمل دي كويس وبعد كده هنختار الاجابه الصحيحه. طيب ناخد مثال كده على التيست اللي ممكن يجي لنا زيه في الامتحان. بيقول لي في راس السؤال ليجي il testo e rispondi alle domande، يعني اقرا النص كويس وبعدين جاوب على الاسئله الاتيه. وطبعا اسئلتنا كلها هتبقى اسئله اختياريه زي ما احنا شايفين في القطعه الاولى. اوكي نبدا. تشاو، طبعا بنقول تشاو ماركو. تشاو ماركو. io ho una nuova compagna che si chiama Elisa. تشاو ماركو، ازيك يا ماركو. طبعا السؤال هنا على شكل ايميل، عندي اللي كاتب الايميل دايما بيمضي تحت اسمه دينو. طبعا دينو هو اللي كاتب عندي الايميل ده وهو كاتبه لزميله ماركو، بيقول له تشاو ماركو io ho una nuova compagna che si chiama Elisa. انا عندي صديقة جديدة اللي اسمها إليزا. لي على صديقته، لي هي è una ragazza italiana molto bella. هي لي è una ragazza، هي بتكون بنت إيطالية molto bella، يعني جميلة جدا. لي abita a Milano، تسكن في مدينة ميلانو. il padre di Elisa fa l'insegnante di musica. بابا إليزا، باباها بيشتغل بيعمل مدرس موسيقى. لوي سيكياما ماتيو، لوي سيكياما ماتيو، هو اسمه ماتيو. واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن فيرب كيامارسي، لما أقول أنا اسمي أو إيو ميكيامو، هو أنت تسمى أو تدعى أو تو تيكيامي، أقول لوي ولاي سيكياما، بياخدوا نفس تصريف من فيرب كيامارسي. أقول لوي سيكياما ماتيو، هو اسمه ماتيو. أوني جورنو، كل يوم، أوني جورنو، ماتيو بريندي إل ترينو، ماتيو بياخد القطر بير أنداري اللافورو، علشان يروح إلى العمل. لوي
non prende quasi mai la macchina. هو ما بياخدش ابدا العربيه. بركي اي اون ايكولوجيستا، علشان هو عالم بيئه وبيخاف على البيئه. باشي دينو، طبعا زي ما قلنا اللي بيكتب هو دينو وكاتب لماركو. طبعا في الامتحان التجريبي او في اي امتحان لازم نقرا الجمل كويس علشان بيبقى عليها اسئله اختياريه زي ما احنا شايفين. شيلي لا ريسبوستا جوستا، اختار الاجابه المناسبه. دوفي ابيتا اليزا، خلي بالنا من ادوات الاستفهام في اللغه الايطاليه. دوفي معناها اين، دوفي ابيتا اليزا، اليزا ساكنه فين. طبعا نرجع للقطعه علشان نعرف هي ساكنه فين. هنلاقي تاني سطر على طول بيقول لي ابيتا ميلانو، هي تسكن في مدينه ميلانو. طبعا هناخد دلوقتي مع السنيوره ايمان المدن الايطاليه علشان نبقى عارفين اسماء المدن الايطاليه وما تكونش حاجه غريبه علينا في الامتحان. دوفي ابيتا اليزا لي ابيتا ا ميلانو، هنختار طبعا ميلانو لان روما لا ونابولو لا، هنقول ميلانو هي الاجابه الصحيحه. كي لافورو فاي البادري دي اليزا، شغال ايه باباها، يشتغل ايه. جت بادروف برضو في السطر الثاني بيقول البادري دي اليزا فان انسينيانتي دي موسيقى، هو شغال مدرس ايه موسيقى. طبعا عندي تحت الاختيارات بيقول لي انسينيانتي دي ايطاليانو، هل هو مدرس ايطالي، هل هو انسينيانتي دي ستوريا مدرس تاريخ، ولا انسينيانتي دي موسيقى. طبعا هناخد الاجابه الثالثه انسينيانتي دي موسيقى، يعني مدرس موسيقى. كي سكريف كويستا ايميل او كويستا ميل، خلي بالنا ان كلمه ايميل ممكن يسبقها حرف الحرف ا، او ممكن يقول ميل او ايميل، وطبعا هي كلمه مؤنثه. كي سكريف كويستا ميل، مين اللي كاتب الايميل ده؟ خلي بالنا ده سؤال مهم جدا في الامتحان. مين اللي كاتبه ده؟ مين اللي كاتب الايميل؟ بيبقى ماضي اسمه تحت. مين اللي ماضي تحت؟ هو طبعا دينو مش ماركو ولا اليزا، طبعا دينو هو اللي كاتب الايميل. تمام، اخر سؤال عندنا على القطعه. كومي فا البادري دي اليزا لافوري، كومي فا، زي ما السنيوره ايمان شرحت كومي معناها كيف. خلي بالنا من ادوات الاستفهام اللي جت في الدرس اللي فات اللي هو ان كلاس اللي السنيوره ايمان شرحته دلوقتي. عندنا اكتر من اداه استفهام اتعرضنا ليها زي كومي واكوالي اللي السنيوره ايمان شرحتها. كومي معناها كيف، كومي فا البادري دي اليزا لافورو، بيروح الشغل ازاي، يعني ابي انهي وسيله مواصلات، هل قال ان ماكينة ان ترينو ان مترو. نرجع للقطعه، هيقول ان عندي اوني جورنو ماتيو بريندي الترينو، بياخذ الترينو بير انداري اللافورو، يعني هنا الاجابه اللي في النص هي اللي صح اللي هو ان ترينو. تمام، دي كده القطعة، نخلي بالنا واحنا بنحل القطعة كويس، نقرا الجمل كويس جدا علشان نعرف نختار الإجابة الصحيحة. عندي بعد كده سؤال بيجي لي عن لي سيتواتسيوني اللي هو سؤال المواقف. طبعا احنا خدنا منه جزء في الحصة اللي فاتت وهناخد اهو جزء، نخلي بالنا علشان هو سؤال مهم جدا في الامتحان، وهو سؤال ايه لذيذ وسهل جدا والناس كلها بتعرف تحله عشان هو يعني ايه سهل جدا جدا. هنا أول سؤال بس خلي بالي من رأس السؤال. كوزا إنديكو كواندو ديكو إيو سونو أمريكانا، كوزا إنديكو يعني أنا بيدل على إيه لو أنا قلت إيو سونو أمريكانا. إيو سونو أمريكانا أنا هنا بقول إيه، بقول اسمي ولا بقول عمري ولا بقول جنسيتي. لا إيتا النومي لا ناتيوناليتا، لما اقول ايه سونو امريكانا يبقى انا بتكلم على، طبعا كل شاطر وكله بيعرف يحلها كويس جدا، طبعا كل الناس هتقول لا ناتيوناليتا يعني بتكلم على جنسيتي. سؤال رقم اثنين بيقول كوزا ديكو، هقول ايه كواندو سالوتو اي ميي اميتشي، لما احيي اصحابي بقول ايه، اقول لهم تشاو ولا جراتسي ولا فابيني. طبعا كلنا عارفين وكل طلبه اولى ثانوي شاطرين وعارفين لما اجي احيي اصحابي بقول تشاو. تمام، سؤال رقم ثلاثة ديكو بونا نوتي، بقول بونا نوتي بريما دي انداري، قبل ما اذهب الى بونا نوتي معناها تصبح على خير، بقولها بريما دي انداري قبل ما اروح فين، اسكولا ولا اليتو ولا اللافورو. طبعا بقول بونا نوتي قبل ما اروح الى اليتو الى السرير، بقول تصبح على خير وانا رايح انام رايح الى السرير.
ha letto le Geber e le Fomos. La Camarbaan, cosa dico quando mi presento a qualcuno? Cosa dico? Baul e quando, indama, mi presento, faqaddam nafsi, a qualcuno e la shakhs il me. Tavan, di awul haga khatnaha in classe, ازاي بنعرف نقدم نفسنا باللغه الايطاليه كل الناس دلوقتي تعرف تقول ايه طبعا الاجابه على هذا السؤال لانه سهل جدا لما اجي اقدم نفسي باللغه الايطاليه بقول بياتشيري ميكيامو او تشاو ميكيامو تحيه بنقول تحيه وبنقول ايو ميكيامو او ايو سونو وبنقول الاسم بتاعنا سؤال رقم 5 بيقول كوزا ديكو كوانتو كييدو لايتا كوزا ديكو كوانتو كييدو لايتا بقول ايه عندما اسال عن العمر خلي بالنا قلنا نخلي بالنا من كلمه كيدو كلمه كيدو معناها انا طالب منك سؤال عايز سؤال عن العمر مش اجابه عن العمر فخلي بالنا من كلمه كيدو اللي عايزه سؤال وكلمه ديكو التي تعني اجابه هنا عايز مني سؤال عن العمر هل اقول كوميتيك يامي طبعا توتي الستودنتي ديل بريوانو سيكونداريو كل طلبة الصف الأول الثانوي يعرفوا إن كومتيك يامي كومتيك يامي دل على النوم على الاسم طيب دي دوفي ساي دي دوفي ساي كل الناس برضو عارفة إن هي عبارة عن إيه دل على لا ناتيوناليتا بسأل عن الجنسية إنما طبعا الخاصة بالعمر هي كوانتي أني أي كوانتي أني أي بسأل بيها عن لايتا عن العمر طبعا سؤال المواقف هو سؤال سهل جدا ولذيذ يعني سؤال يعني الناس كتير بتحبه بعد كده عندي سؤال لا جراماتيكا ايطاليانا قواعد النحويه للغه الايطاليه عندي بيقول لي شيليرا لا ريسبوستا كوريتا ترا بارينتيزي اختار الاجابه الصحيحه من بين الاقواس اول سؤال بيقول دينو هو الراجاتسو نقط عايزين نوصف دينو عايزين نوصف دينو بنقول دينو ولد ايه هل نقول ماجرا ماجري ماجرو طبعا احنا عارفين لما بنيجي نوصف ماسكيلا سينجولاري مفرد مذكر لازم نقول ماجرو طبعا ان انا عندي ماجرو توصف مذكر انما ماجرا فيمينيل ماجري هي عباره عن جمع مؤنث يبقى طبعا لازم اخد الاجابه الاخيره اللي هي ماجرو رقم 2 سؤال رقم 2 2 البادري طبعا احنا خدنا الارقام يعني المفروض عارفين اونوس الرقم اونوس سؤال رقم 2 وهكذا. due سؤال رقم due il padre not un architetto il padre not un architetto عايز نقول يقول verbo essere خدنا verbo essere وتصريفاته عرفنا io sono tu sei lui o lei è noi siamo voi siete loro sono دي تصريفات verbo essere طب لما يجي يجيلي حاجة زي كده هو مش جايب لي ضمير مش جايب لي io ولا تو ولا لوي ولا لي ولا ضمير من الضمائر لازم اعرف اخلي بالي لما يكون جايب لي اسم مفرد البادري او ماريو او كارلو اي اسم كارلا سواء بنت او ولد مفرد فهو بيساوي لوي او لي بيساوي الضمير لوي لو كان ولد لي لو كان بنت انا عندي البادري بيساوي لوي اذا انا هختار له ايه اللي بيجي مع لوي تصريف استر اللي مع لوي ايه أو البادري إي أون أركيتيتو يكون مهندس معماري. نمرو 3 سؤال نمرو 3 إيو نوات أونو زاينو نوفو إيو نوات أونو زاينو نوفو أنا عايز أقول أنا أملك شنطة جديدة. طيب خدنا تصريفات فيربو أفيري وقلنا لما أقول إيو أقول إيو أو تو I, lui o lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. هنا io سهلة جدا السؤال طبعا لو جايب له ضمير فمش محتاج ان انا ادور على الضمير المناسب للفاعل اللي عندي لا هو جايب لي io فعلى طول بياخد io بيجي معاه ايه او io او وقلنا الاكا نو سي تيجي ان ايطاليانو مش بنطق الاكا في اللغة الايطالية فاقول io او. نمرو 4 سؤال رقم 4 بقول فيه نقط كيافي اي بيكولا خدنا ان كلمة كيافي من الكلمات خلي بالنا اللي هي شازا irregolare يعني شازا باللغة الإيطالية عندنا يعني ايه شازا يعني هي تنتهي بحرف الاي إيطالي وهي عبارة عن
كلمة مفرد مؤنث، مفرد مؤنث، خلي بالي. يبقى أقول لك يا في إي بيكولا، إيه كمان اللي عرفني وأكد لي إن هي عبارة عن كلمة مفرد مؤنث؟ هي الصفة اللي عندي بيكولا. ليه ما قالش بيكولو أو بيكولا؟ لأن كلمة هي عفي هي كلمة مفرد مؤنث، إذا لازم أقول لك يا في إي بيكولا. تمام. نمرو 5، سؤال نمرو 5، سارة أد إيو، سارة أد إيو، سارة وأنا، سارة وأنا أو أنا وسارة، أي شخص معاه إيو خلي بالنا بيبقى بيساوي ضمير نوي. إيو إي ميا ماما، يبقى نوي إيو إي كارلو، كارلو أد إيو. تمام، شخص ومعاه إيو أو إيو مع شخص، الحالة ديت بيبقى عندي الفاعل بيساوي نوي. نوي بتاخد تصريف ايه في الافعال؟ فيرب اسره، هقول نوي سيامو، يبقى ساره اد ايو سيامو اميكي، ساره وانا بنكون صديقات. زايني نمرو ساي، سؤال نمرو ساي، زايني سونو نوفي، الشنط بتكون جديده. عايزين نقول نحط لها الالف واللام لارتيكولو ديترميناتيفو، يعني عباره عن اداه المعرفه المناسبه لكلمه زايني. زايني عبارة عن، بنبص على نهاية الكلمة، جمع مذكر وتبتدي بزيتا، يبقى لازم احنا عندنا الجمع المذكر بياخد اي او لي، فطبعا هنا هاخد اللي لان طبعا كلمة زاينو بادئة بزيتا. نمرة 6، ماريا، ماريا وعلامة خلي بالنا، وبعد كده اون استوتشو ماريا، والعلامة ديت معناها إن هنا عندي بيساوي الضمير تو بيكلمها واجه لها الكلام ماريا أي أوناستوتشو معاكي أوناستوتشو، يبقى هنا عندي ماريا وعلامة بيساوي الضمير تو، إذا هياخد الإجابة الأخيرة اللي هي أي. خلي بالنا من السؤال اللي جاي، هو طبعا سؤال على اللي شرحته سنيورا النهاردة في لما شرحت إن كلاس وقالت لما الطالب lo studente non conosce la pagina a cui il prof o la prof sta spiegando، يعني لما الطالب بيبقى بيسأل مش عارف الصفحة اللي المدرس بيشرح منها، فهو بيسأل عن الصفحة دي رقمها كام، فهو بيقول دلوقتي هي كومي ولا اكوالي ولا دوفي، طبعا نقول اكوالي باجينا سيامو، اكوالي باجينا سيامو، احنا في انهي صفحة، صفحة كام يعني اللي السنيورة قالت عليها، وده سؤال على الدرس لاليسيوني ديودي على درس النهاردة. طبعا بكده أكون خلصت الجزء بتاع الإزرشيتسيو وأسيبكم مع السنيورة إيمان. اتفضل السنيورة. أوكي. طبعا دلوقتي السنيورة فيهم بدينا إزاي نقدر نحل، نحل تمارين على الحاجات اللي إحنا درسناها، وأعتقد إحنا كده بنكون عرفنا خلال الوحدة الأولى والوحدة الثانية. عرفنا إيه الوحدة الأولى والوحدة الثانية؟ عرفنا إزاي نقدم نفسنا. imparamo come presentarci. إحنا عرفنا إزاي نقدم نفسنا. imparamo a presentare qualcuno. اتعلمنا في الوحدة دي إزاي نقدم شخص تاني. a salutare. اتعلمنا إزاي نحيي. A chiedere e dire la nazionalità. إزاي نسأل حد على جنسيته وإزاي نقول جنسيتنا. A chiedere e dire il nome. نسأل ونقول الاسم. A chiedere e dire l'età. إزاي نسأل حد على عمره وإزاي نقول عمرنا. ده خاص بجزئية المواقف. اتعلمنا إزاي. Come si dice. وتعلمنا في الجراماتيكا الألفابيت الإيطاليان. وتعلمنا في السبستانتيف. في أدريتيفي. عرفنا السبستانتيفي والأدريتيفي. وعرفنا إيه برونومي بيرسونالي سوجيكتو، ضمائر الفاعل. الأرتيكولو ديترميناتيفو، اتعلمنا أدوات التعريف. واتكلمنا عن البريزنت إنديكاتيفو دي إستري إي أفيري. إتيا مارسي. اتعلمنا المضارع الإخباري. لفيربو إستري، فيربو أفيري، فيربو إتيا مارسي. هنتعلم شيء جديد. الجزء ده اللي احنا هنتعلمه خاص بالحضارة، هنشوف دلوقتي الجزئية اللي احنا هنتعلمها دي خاصة بالحضارة. الحضارة اللي هي لاتشيتا إيطاليانا. يا ترى لاتشيتا إيطاليانا جزئية خاصة بالحضارة بتعرفنا ايه؟ طبعا احنا عارفين ان إيطاليا بلد
un paese ricco, بلد غني. يا ترى هو غني بإيه؟ الحضارة الإيطالية، الحضارة الإيطالية أو البلد بتاعتنا الإيطالية غنية بالتاريخ، وغنية بالفن، وغنية بالآثار. معلش أقدر أسألك سينيورا شيهام، عندك ظهر الحياة؟ ظهر لا بياتا ديل جام. سي لا بياتا ديل جام. بس سينيورا يعني حضرتك بتقولي ايطاليا غنيه بالاثار، واحنا عندنا اكتر منهم طبعا، اكيد اثار يعني مصر اغنى طبعا. اللي جيتو اي بيو ريكو دي مونومنتي طبعا طبعا. سينيورا شيهام عندها فكره طبعا انك مرشده سياحيه، وعندها فكره طبعا الاثار المصريه العظيمه، واحنا طبعا هنقارن في النهايه ما بين الاثار المصريه وما بين الاثار الايطاليه. هنشوف دلوقتي أهم الآثار الإيطالية المشهورة جدا جدا. هنشوف هنا عندنا صورة عن لا بياتسا ديل كامبو. لا بياتسا ديل كامبو دي موجودة في مدينة اسمها مدينة سيينا، وهي إيه سيكورامنتي أونا ديلي بياتسي فيو بيلي ديل موندو. لا بياتسا ديل كامبو واحدة من أجمل الميادين في العالم. أهي صورة ثانية للا بياتسا ديل كامبو. طيب إحنا وإحنا بنتعلم وبندرس اللغة الإيطالية عايزين نعرف شوية معلومات عن إيطاليا، عايزين نعرف أهم المدن اللي موجودة في إيطاليا. طبعا هنقول هنا إن إيطاليا paese un paese europeo، مدينة بلد أوروبي. La capitale d'Italia è Roma، العاصمة الإيطالية هي روما. وعندنا برضو مدن كتيرة مشهورة في إيطاليا، عندنا ميلانو، عندنا بولونيا، عندنا بيزا، عندنا نابولي، وعندنا باري، وعندنا باليرمو. في طبعا مدن شهيرة جدا في إيطاليا. من أشهر الآثار اللي موجودة في إيطاليا هي الكولوسيوم. شايفين يا أولاد ده الكولوسيوم. إيه هو الكولوسيوم؟ بنقول عليه إن هو فورس إيه المونومنتو فيو فاموزو دي روما. أدو ميلا عندي جيتا. عمر الكولوسيوم 2000 سنة. E costruito per spettacoli pubblici. Da can يتعمل علشان زمان خالص للسبتاكولي pubblici، العروض وخصوصا للسبتاكولي دي جلادياتوري، العروض بتاعة المصارعين. الكولوسيو من الشهرة بتاعته طبعا، طبعا احنا ما نقول روما او نقول ايطاليا هنقول الكولوسيو، هو un simbolo. Non solo un simbolo di Roma e dell'Italia, ma anche il simbolo del potere di tutto un impero. Da tariba neanche otobar, ram di quelle imperatoria e romane. Sì, l'impero romano. Sei una guida turistica molto brava, signora. Non sei una professoressa brava, ma anche una guida turistica brava. Molto gentile, signora. Questa parla di un'attitura che non è للكولوسيو. ده طبعا يعتبر يعني من اجمل الاثار، مش في ايطاليا وروما بس، لا ده من اجمل الاثار في العالم. هنشوف دلوقتي كمان بعض الاثار المشهوره جدا في ايطاليا. روما anche la capitale dell'Italia signora. Sì, certamente. La capitale d'Italia. Anche c'è una città molto famosa, è la città del Vaticano. Certamente sì. مدينة الفاتيكان أو إمارة الفاتيكان دي طبعا من أهم الحاجات اللي موجودة في إيطاليا. في عندنا هنا ولادة الصورة لا كاتدرالي دي باليرمو، دي كنيسة الكاتدرائية الشهيرة جدا اللي موجودة في مدينة باليرمو في إيطاليا. وهنشوف دلوقتي ده اسمه البالاتسو فيكيو، القصر القديم، ده موجود في مدينة فيرنسا. مدينة فيرنسا اللي احنا بنقول عليها باللغة العربية فلورنسا. ده بيقولوا عليها اللي هي البالاتسو فيكيو. بيتقال طبعا ليه ميدان جنبه. هنشوف هنا صورة ثانية ليه للبالاتسو فيكيو. طبعا بنقول ان هو البالاتسو فيكيو اللي موجود في فيرنسا، والميدان المحيط بيه بيقولوا عليها لا بياتسا della signoria a Firenze، وهو السمبل السيمبولو del potere civile nella città. ده طبعا ايه من الاهم الحاجات اللي موجوده في مدينه فلورنسا. وهنشوف طبعا هنا في عندنا لا بياتسا
del Duomo a Milano. إيه هي ميلانو؟ ميلانو دي مدينة من أجمل المدن اللي موجودة في شمال إيطاليا. دي هنا بيسموها La Piazza del Duomo a Milano. شايفين الروعة بتاعة الدومو والجمال بتاعها. هي una bellezza spettacolare. من أهم برضو الآثار اللي موجودة في إيطاليا، ده أنا أحب طبعا إن الطلبة يعرفوها، لدوي توري البرجين دي بولونيا. افتكر مع بعض احنا كنا قلنا ان كلمة تور ان دي من الكلمات الايريجولاري اللي هي بتنتهي بحرف الايه وانها مؤنثة. دول البرجين المشهورين جدا في مدينة بولونيا. فاحنا لما نقول بولونيا يبقى احنا ايه على طول نشوف لدوي تور. في هنا عندنا لا بياتسا ديل في البيشيتو، دي موجودة في نابولي. طيب يا ترى نابولي فين نابولي؟ نابولي هي مدينة موجودة في الجنوب الإيطالي. دي لا بياتسا ميدان التلفيشيتو اللي موجود في نابولي. احنا كده عرفنا كذا مدينة إيطالية. طب من أجمل المدن الإيطالية اللي هي لا تشيتا كيجاليتشا، المدينة العائمة. طبعا دي أونيكا، دي مفيش زيها في العالم، هي المدينة اللي موجودة كلها مبنية في البحر. مدينة فينيسيا، مدينة الأحلام. ده كوبري، طبعا حاجة رومانسية جدا. البونتي دي ريالتو، ده كوبري ريالتو. طبعا بتشوفوا كتير من الممثلين وبتشوفوا كتير من المطربين عاملين أغاني في المنطقة دي. البونتي دي ريالتو ده كوبري ريالتو، ده موجود في مدينة فينيسيا. ومدينة فينيسيا اونا ديلي بيو تشيتا بيو بيلي تشيتا نيل موندو. شايفين طبعا مدينة فينيسيا. طبعا يا سينيور هم من احلامنا جميعا ان احنا نزور فينيسيا، مدينه رائعه. دي مدينه فينيسيا بيسموها، بيقولوا عليها المدينه العائمه. طيب في عندنا ايه كمان؟ شايفين الصور دي؟ دي صور ايه؟ لا توري دي بيزا. ايه لا توري دي بيزا؟ هو لا توري بندنتي دي بيزا. ايه كونوشوتا ان توتو الموندو per la bellezza della sua struttura e per la singolare pendenza che ne fa un vero ritratto di statica. برج بيزا المائل ده من عجائب الدنيا السبع. طبعا معروف في كل العالم بالبنيان المعماري بتاعه لانه هو من الابراج المائله. ادي كوبري بيزا، برج بيزا المائل. كده احنا عرفنا كذا مدينة إيطالية بالآثار بتاعتها. طيب من أهم الحاجات الجميلة اللي كلنا هنا لازم نعرفها عن إيطاليا لا فونتانا دي تريفي. لا فونتانا دي تريفي نافورة تريفي أو بيسموها نافورة الأحلام. إي أونا ديلي فيو بيلي فونتاني دي روما. من أجمل النافورات اللي موجودة في روما وبيقولوا عليها كمان La più bella fontana del mondo e la regina delle fontane. هي ملكة النافورات في العالم. وهي tra le più celebri del mondo e secondo una tradizione popolare وعلى حسب بعض الآراء والتقليد الشعبي i turisti che gettano una moneta nella fontana sono sicuri di tornare ancora a Roma. لو شفتوها في بعض الافلام كانوا دايما السياح بيرموا فيها عمله معدنيه. ده تقليد مهم جدا. اسكوزا سينيورا اتفضلي. مهم جدا. احنا كان هما بيرموا طبعا العمله اللي هي الموناتا يعني لفورتونا يعني عشان الحظ وكده. نفس الكلام كان عندنا في مكان في الهرم برضو كنا بنشرحه برضو نفس الكلام، كان بيرموا فيه برضو العملات المعدنيه كنا بنقول لهم كومي كومي فاتي Anche voi nella fontana di Trevi. Veramente? Il Hara? Anna Benesbeia? يعني مكان كده كانوا في المعبد في المعبد في المعبد اللي موجود عند الهرم. في الهرم ولا حضرتك؟ لا في الهرم. انا كنت بشرح للسياح زمان ان هو في مكان في حاجه جعران انه ده لوسكارافيو، كانوا برضو السياح لما كان بيبقى معايا سياح كانوا بيلفوا حوالين لوسكارافيو وده فطبعا دي اهم الحاجات الجميله اللي هي موجوده في ايطاليا.
طيب احنا دلوقتي شوفنا è molto importante signora conoscere la civiltà italiana e anche la civiltà egiziana. Grazie per tutte queste informazioni signora. طلبة وطلبات الصف الأول يعني مهمة جدا جدا إن احنا نعرف كمان الحضارة بتاعة البلد اللي احنا بنتعلم اللغة بتاعتها علشان طبعا ده هيفيدنا كتير فيما بعد لما نستخدم la lingua italiana nella vita يعني في الحياة العملية لو احنا استخدمناها لازم نعرف طبعا البوبولو الشعب اللي احنا بنتكلم معاه إلى صوت جبلتا tutto questo che la signora Iman ha spiegato oggi è molto importante. Grazie signora. Prego, تفضلي signora. بإذنك تجيبي اللي هي الصورة اللي في الكتاب اللي هي ماشي طب حضرتك اقفلي الشير تمام اتفضلي فينا طبعا احنا ايه شرحنا وقلنا ايه اهم المدن اللي موجودة في ايطاليا وقلنا اهم الاثار اللي موجودة في ايطاليا احب كمان ان انتوا تدوروا تبحثوا عن ايه هي اهم الاوبري دارتي ايطاليا ايه هي اهم الاعمال الايطالية الفنية المشهورة اوكي زي مثلا على سبيل المثال الموناليزا وعلى سبيل المثال اعمال ليوناردو دافينشي وميكيل انجلو والناس المشهوره دي. نعرف برضو كمان ابنائي الطلبه ايه هي اي مونومنتي بيو فاموزي ان ايجيبتو. طبعا احنا عندنا برضو في مصر في عندنا اثار جميله جدا. عندنا كل واحد فينا يشوف البلد بتاعته. طبعا احنا عندنا برضو الكايرو. عندنا الكسندرية، عندنا لوكسور، الجيزة، أسوان. يا ترى موجود في كل بلد مصري، في كل مدينة مصرية، كل واحد فيكم يشوف المدينة بتاعته ويشوف إيه هي الصفات بتاعتها، إيه هي أهم إي مونومنتي بيو فاموزي نيلا سوا تشيتا. يعني مثلا على سبيل المثال في عندنا لالتا ديجا السد العالي، ده موجود فين؟ عندنا لا تشيتاديلا دي سالادينو، دي موجودة فين؟ البيراميدي الاهرامات نشوف هي فين في المدن بتاعتنا المصريه. الفارو يا ترى ده موجود فين؟ لا بياتسا التحرير طبعا احنا زي ما قلنا ان ايطاليا فيها ميادين مشهوره كتير في عندنا كمان في القاهره في عندنا في مصر. ايه هي اهم الميادين؟ عندنا لافالي دي ري وادي الملوك والملكات دي ري دي الريجيني فرعونيكات. نحاول برضو نعرف ايه هي اهم المدن المصرية ونشوف كل واحد فينا يتكلم عن المدينة بتاعته. طبعا احنا هنا عرفنا معلومات حاولوا برضو كل واحد فينا يشوف هو ساكن فين ويشوف كوميتي كيامي دوفي ساي كوالي سونو لي كاراتريستيكا ديلا توا تشيتا ايه اهم الصفات اللي موجودة عندك في المدينة بتاعتك. تمام يا سينيورا فيها؟ تمام سينيورا. طيب احنا كده اعتقد المفروض ان احنا نختم الحلقه بتاعتنا وكده انا خلصت الدكتوره سهام شرحت لكم تمرين ازاي نعمل الكويز اوكي في عندكم هنا لعبه جميله في الكتاب بتاع المدرسه اللي هي كانت السنيوره سهام جابتها كده من شويه اللي هي ايه الكلمات المتقاطعه تحاولوا تشوفوا ايه هي الافكار اللي احنا جبناها واتكلمنا عنها وتحاولوا ان انتوا ايه تعملوا دي كنوع من انواع التدريبات شايفينها دي؟ في الكتاب اهو بتاع المدرسه. حلوه قوي سنيوره اللي هي اللعبه دي حلوه قوي كروتشي فيربا يعني حلوه قوي خليها ككومبيتو بير لستودنتي اي بوي لا بروسيما فولتا ان شاء الله احنا نحلها باذن الله. تمام يا حبيبتي هي كمان عنوانها ايه سهام؟ اوتو فالوتاسيون يعني انت هتقيم نفسك انت دلوقتي عرفت معلومات اونيتا اونو اونيتا دو تمام 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 كده احنا خلصنا مع بعض الوحده الاولى خلصنا الوحده الثانيه كان معاكم طبعا شرفنا بتقديم الحلقه ليكم. Adesso siamo arrivati alla fine del nostro programma e alla prossima settimana nello stesso orario. Ci vediamo e arrivederci. سعدنا بيكم ومعاكم سعد طبعا انا والسنيوره سهام بلقائكم الى اللقاء في الاسبوع القادم ان شاء الله. الى اللقاء. تشاو سنيوره. تشاو. تشاو. Alla prossima settimana. Ciao. Ti vorrà, ciao.